يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على الساحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 29، الصغرى فيها 17، مائل للحرارة الإسكندرية 24، 16 مطروح 23، 14 بورسعيد 24، 18 الإسماعيلية 30، 17 أما محافظة السويس العظمى فيها 29 الصغرى 17، العريش 25، 16 طابة 29، 18 شرم الشيخ 34، 23 الغردقة 34، 22 محافظة الأقصر العظمى فيها 38 الصغرى فيها 22، أسوان 40، 24 الوادي الجديد 37، 18 شلاتين 34، 21 أما حلايب 33 هي العظمى، أما صورة 21. الآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.